أيها الرب الإله القدوس الساكن في الأعالي وفيما بيننا، ها نحن بنيك نضرع إليك أن تهبنا نعمة وروحا هادئا وديعا لنسبحك ونصغي إلى ما يقوله الروح للكنائس. يا رب لك المجد، أمين. في التسبحة الخالدة التي نطقت بها مريم العذراء نجد نبعا فياضا نغترف منه، ومهما أخذنا فهو لا يغيض لا يجف ولا ينتهي. تقول مريم العذراء تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. مما يخلصك أيتها العذراء؟ هل أنت آدم أم حواء؟ أم نحن جميعا في حاجة إلى هذا الخلاص؟ كل الأنفس البشرية عاشت قبل مجيء المسيح، وهنالك حنين وأنين إلى كلمة مخلص، إلى من يخلص، إلى الخلاص المنتظر. الإنسان المطرود والمعذب الضمير والتائه في برية الحياة بين شقوقها، سهولها ووديانها، جبالها ووهادها، ومع ذلك فهو لا يستريح، يريد خلاصا. ونحن على هذا المنوال نعيش في نعمة الخلاص الذي منح لنا مجانا من المسيح المخلص، ولكن مع ذلك نتمسك وننادي ونطلب دائما الخلاص. المعركة قائمة، وكما خدع الشيطان قديما الإنسان وهو في عز وهناء وجعله يطمع فيما هو أكثر مما أعطاه الله، هكذا نميل نحن أو بإغراء خاص نشعر أننا في حاجة إلى مزيد. أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين، أشبع الفقراء والمحتاجين والمزلين خيرات، صرف الأغنياء فارخين، الجائعين إلى كلمة الله، الجوع إلى الخلاص، أشبع الجياع خلاص. إلى ماذا أنت تشتهي أن تشبع؟ أمن الخرنوب؟ كما سعى الإنسان الذي أخرج نفسه بإرادته من البركة والنعمة ومن بيت الآب السماوي ومن الحرية التي كان منطلقا فيها بغير قيود أو حدود، أو أنت جائع مثل أولئك الذين يسعون إلى اكتناز المال ويبنون المخازن؟ هل أنت عطشان مثل السامرية تتردد كثيرا إلى البئر ومحك الجرة لكي تمتلئ الجرة ثم تحملها عائدا إلى بيتك وتعود أيضا وأنت عطشان؟ إلى ماذا أنت تسعى؟
في هذا العالم بعد أن جاء المسيح حاملا راية الخلاص وقدمه للبشرية مجانا، خلص ودفع الثمن. الثمن ليس هو ثمن مادي أو هو من المادة الطينية الأرضية، بل بذل نفسه لأجلي ولأجلك. يسوع المحب، وفي حبه برهن برهانا كبيرا على أنه ليس حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. من ذا الذي يستطيع أن يموت بديلا عنك؟ أنا وأنت المحكوم علينا منذ القدم بالموت لو لم يجيء المسيح ويدفع الثمن ويمزق الصك، وبذلك تصير حرا، وفي يدك دليل على أنك حر وقد تحررت، لأنك مصبوغ بدم الفادي، الدم الذي دفع عنا جميعا ومجانا. تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. أيتها العذراء الوديعة، أنت ترددين أنشودة نحن كلنا في حاجة أن نرددها ونشعر بها. أنت العذراء البتول الطاهرة النقية القديسة التي في مخدع صلاتها جاء إليها الملاك يحمل لها البشرى: سلام لك أيتها الممتلئة نعمة. ممتلئة نعمة؟ أما أنا الفارغ العريان الذي لا يحمل أي علامة من البر أو التقوى سوى الدم الذي كتب يسوع به اسمي في ملكوت السماوات. شكرا يا عذراء، علمتنا كيف نصلي وكيف نتضع، وتقولين لأنه قد نظر إلى اتضاع أمته. ليكن لي كقولك أيها الملاك أن الله الروح القدس يتنازل ويحل في أحشاء مريم، ولذلك القدوس المولود منها يدعى ابن الله. الله يتنازل ويتجسد، يأخذ جسدا من مريم العذراء ويولد فيما بيننا، ويقوم مبشرا وكارزا حينما كبر وتخرج من حانوت يوسف النجار. يا يسوع، كنت تعمل صبيا لدى يوسف، علمتنا أن العمل واجب، علمتنا أن أي حرفة نحن لا نتهرب منها ولا نصغر أمامها، بل نفتخر ونعتز أنك أعطيتنا قوة لنعمل. يا يسوع، كيف أنك جئت مخلصا؟ هذا هو الوعد الإلهي الذي وعد الله به خليقته، أحب خليقته، ولكن الخليقة ونحن جميعا ضمنا انحرفنا عن الطريق المستقيم وسلكنا حسب رغباتنا وأهوائنا. السهم الطائش الذي ضربه الشيطان في أعماق البشرية قبل أن يولد الإنسان وضع في ذهنه أنه لابد أن يصيبها، ولكن هذا السهم تقبله واحتمله يسوع عنا. هو الذي جرح وجرحه كان عميقا، وصل إلى أعماقه، وصل إلى قلبه، فنزف دما وماء غفرانا للخطايا. سلوك عجيب، السماء تتعامل مع البشر بحب غريب ليس له بديل أو مثيل، وليس قبل ذلك ما يساويه ولا ما بعده. أن يسوع الإله يتنازل ويأخذ جسدا ويصير كواحد منا، يتمشى ويتحدث ويتكلم ويجيء إلى
بيوتنا نحن الخطاة، يتنازل تنازل ودعا صيادين ليسوا من علية القوم ولا من أكابر الناس ولا هم أصحاب وظائف عليا وليس لهم من ماديات أو ثروة مرموقة أو منظورة، ولكنهم فقراء. ولذلك يقول نحن فقراء ولكن نغني كثيرين. بماذا تغنين؟ يجلس ذلك الكسيح والقعيد عند باب الهيكل الجميل يستعطي من الداخلين ويقول بطرس ويعقوب الذي لنا، بطرس ويعقوب ويوحنا الذي لنا إياه نعطيك، ليس لنا مال ولا فضة ولكن باسم يسوع الناصري لك أقول قم. هل هنالك غنى أفضل صحيا من ذلك الذي كان جالسا قعيدا يستعطي، أم أنه يقوم ناهضا على قدميه يتمشى ويقفز ويطفر ويصير قويا مثل الأقوياء ومثل الشباب الممتلئ في كيانه قوة وصحة؟ طبعا غنى أفضل وأكثر من ذلك التسول والجلسة الفقيرة السحيقة على تراب الأرض. نحن فقراء ولكن نغني كثيرين، ليس ماديا ولكن روحيا. اذهبوا تلمذوا كل الأمم، عمدوهم علموهم، نعلمهم ونقربهم ونعطيهم سلام كامل، كما قال لهم يسوع إن دخلتم بيت قولوا لأهل ذلك البيت سلام. أي شيء في الوجود أهم من السلام الذي يملأ قلبك وكيانك ويعطيك طمأنينة ويعطيك فرحا وإيمانا في أعماقك بأنك أقوى من التجربة وأعظم من أولئك الجلادين وليس لهم عليك سلطان. إن كان لهم سلطان فعلى الجسد والجسد تراب، أما الروح القوي فهو حر وله سلطة أن ينتصر على الشيطان. أعطيتكم السلطان أن تدوسوا الحياة العقارب وكل قوة العدو. هذه هي المنحة السماوية من الملك الذي يعطي، وعطاياه لها قيمتها وكرامتها لأنه هو الملك. وعطايا الملك ليست عطايا هزيلة، عطايا ونعمة. يسوع المخلص تبتهج روحي بالله مخلصي. ألا تشعر أنك كثيرا ما تكون في ضيقة وفي حزن وفي ألم؟ من الذي يستطيع أن ينقذك وينقذ كل نفس متضايقة من هذه الوهدة ويخرجها من الحفرة بسلام؟ من الذي يستطيع أن يرد إليك بهجة خلاصك؟ رد لي بهجة خلاصك. الخلاص له بهجته وله فرحته. ذلك اللص الذي نادى ليسوع اذكرني متى جئت في ملكوتك، أنت معذب على الصليب، ماذا تطلب أيها اللص؟ أنت لص حكيم، واتتك النعمة وحاصرتك البركة وجردتك من ذلك الكبر والغطرسة التي يتمسك بها زميلك ويقول انزل عن الصليب. يقول لزميله كفاك، لقد هزئنا كثيرا بالمصلوب، لكن كفاك، أنت وأنا نستحق أن نصلب بحق جوزينا. أما هذا لم يفعل شيئا ليس في محله، لم يخطئ، إنه بار. ولذا ينادي من أعماقه
طالبا الخلاص. أنت مجرم أيها اللص وحكم عليك بالصلب، وأنت تعترف بأنه في محله أنك صلبت، أنك تقول لزميلك نحن بعدل جوزينا، هكذا نحن لو وزننا بين سلوكنا. مرة نسلك مع يسوع وأخرى نخور في الطريق ونستحق العقاب، حلال أن نعاقب، ولكن النعمة التي أعطيت لنا مجانا تيقظ الضمير وتنبه الفكر وتجعل الإنسان في داخله يحزن حينما يرتكب خطأ وينادي، والصوت أيضا يتجاوب معه على أنه قد تواتيه النعمة، وبالنعمة أنتم مخلصون. النعمة التي توقظك وتنبهك وتسمعك صوت يسوع: من له أذنان للسمع فليسمع. ما وظيفة الآذان؟ للسمع، لكن يسمع ماذا؟ ما يقوله الروح للكنائس. لا نسمع لصوت العالم، لشروره، لإغراءاته، للشيطان الذي يبعث اليأس إلى قلب الخاطئ، والذي يغري القائمة لكي يسقط أيضا، ولكن ذلك الإنسان ينادي من أعماقه: لا تشمتي بي عدوتي حتى وإن سقط أقوم. رجاء متجدد، أمل عميق، روح وثابة ترى المسيح الذي قال ووعد: أنا معكم كل الأيام. نحن في أواخر عام، ولكن يسوع من أول السنة إلى آخرها ماذا تعمل يا يسوع؟ أنا عيني عليك، أراعيك، أهتم بك، قائم معك، أراك في كل لحظة، في يقظتك، في منامك، فكرك، الفكر الذي يطيش بعض أحيان لازم يصحح المسار. يسوع المحب، ولماذا يحبك؟ ألشيء خير فينا؟ أحبنا فضلا من عنده. الأب بيحب أولاده، والأب الصالح، الأب الكامل في كماله يعطف، يرفق، يعتني بأولاده كما يعتني الأب وتعتني الأم أيضا. والأم تعتني وتشفق على أولادها، والأب يشفق ويرحم ويحتز بأولاده ولا يتخلى. أما البنوة التي وهبها الله لنا ليست هي بنوة جسدية تصور فيها العواطف البشرية بما فيها من حقد وما فيها من غضب، ولكن عواطف الرحمة. الرحمة مستمرة، يسوع يشفق على الخاطئة التي تجيء إليه شاكرة لأنها حست بمراحمه واختزنت الدموع وما أكثرها لكي تغسل بها الأقدام الطاهرة. يا لك من قديسة أيتها المرأة، امرأة خاطئة، خاطئة المدينة التي تشير إليها كل الأصابع أنها خاطئة، ولو كان هذا نبيا لعلم من هي وكان عليه أن يخرجها خارجا. الرجل الفريسي اللي يعزم يسوع يعزمه وفي قلبه كبرياء، لا يقول لماذا هذا ولا يستفسر، لكنه ملآن بالإدانة: لو كان هذا نبيا لعلم من هي هذه المرأة، إنها تدنسه لأنها خاطئة. ويسوع يقبل منها الدموع والعطور والشعر الذي تمسح به الأقدام والقبلات وما أكثرها،
مليئة بالطهر وبالنقاء بالحب الآتي من السماء، ليس هو حب بشري لبشري فيه ما فيه من النقص، ولكنه حب بالروح مليء بالطهر والعفاف والنقاء، تقبل الأقدام وتشبع نفسها وترتوي، والسامرية أيضا تصبح كارزة، هلموا وتعالوا انظروا إنسانا ما قال لي كل ما فعلت، خطاياي، أزواج الكثيرة، تطلعات الشريرة، ما أنا فيه من دنس ووحل، كم من المرات كنت أنتهز الفرص التي لا أجد فيها بشرا يسير في الشمس الحارقة، أتوجه إلى البئر لكي أملأ الجرة وأعود دون أن تلاحظني وتتابعني تلك النظرات الحقدة والشريرة التي تلتهمني أو تقذفني بالشباب وبالشتائم القاسية. تعالوا انظروا إنسانا قال لي كل ما، ألعل هذا هو المسيح؟ هل هو المسيح الذي انتظرناه؟ نعم هو المسيح الذي نحن معه وفي كل حين نراه، نراه في كنيسته، نراه في شعبه حينما يبسط الأيدي وترتفع الأنات وتمتزج بالصلوات، وفي الوقت نفسه تصغي السماوات وتعطي رسالة طمأنينة وفرح وابتهاج. نحن في أيام سابقة لتذكار عيد الميلاد المجيد، نحن في فرح، تسبيح كهكية، صلوات، بركات، عظات، اجتماعات، كلها تعزيات وكلها مذكرة لنا بالمسيح الحلو الذي يجيء إلينا متجسدا آخذا جسدا صائرا في الهيئة كإنسان، ولد من مريم العذراء وهنالك وضعته في مزود للحيوان ولفته بخرق بالية. يا لك من وديع يا يسوع، ويا لك من متضع تستقبل من في مزارك وعند مزودك رعاة الغنم وقادة الأمم، البسطاء والعلماء، الفقراء والأغنياء، الفقراء ومعهم حملان، والأغنياء ومعهم بخور ذهب ولبان ومرا. يا يسوع كم أنت قريب من قلوبنا، لم تأتي في صورة رهيبة ولم تجيء في قصور لا يمكن الوصول إليها، بل جئتنا في مزود وجئتنا هنالك في مغارة، ولعل المغارة الأولى نفتخر ونقول مثل مغارتنا نحن في جبل أسور الذي يعتز بمغارة العذراء، وكلنا نتوجه هناك للصلاة والابتهال وللتضرع، ونذكر دائما محبة المسيح وشفاعة العذراء. أمور كثيرة نتحدث عنها ولعل لها في قلوبنا مقر ومستقر، وبذلك نعيش في فرح دائم وفي سرور كامل. نتذكر الأحداث، يسوع ولد هنالك، يسمع الملك ويريد أن يقتله، ويا لك من ملك ظالم وجبار، وكان في هذا الفكر الرديء بركة عظمى أن يسوع يترك تلك البلاد لا خوفا ولكن ليبارك شعبا، شعب مصر، ويحمل اسما مبارك، شعبي مصر، شعبي الذي يعيش في مصر مبارك أنت. الشعب الذي عاش قديما في حكم الفراعنة الملوك هنالك، ولكنه الآن يستظل بمظلة سمائية أن المسيح الملك يجيء إليه.
ليبسط ملكه، لينشر محبته، ليجيء مرقص فيما بعد، ويقول للشعب إن العذراء، إن الفتاة التي جاءت هنا ومعها طفل صغير على كتفها، يقود هنالك أتان يركبانه، يقوده رجل شيخ قديس بار، هو يوسف النجار. يرجع الشعب بذاكرته، هل جاء إلينا؟ نعم، منذ سنوات جاءت رحلة، عائلة وديعة لها ملامح النعمة والقداسة، تصاحبها عجائب ومعجزات وأمور لم نشهدها من قبل ولا نعرف كيف جاءت وكيف صنع. عجائب، بركات، وجه باسم، عذراء جميلة ووديعة، وهنالك شيخ وقور يلازم ويرافق هذه الرحلة. عبر ببلادنا وجاء إلينا ودخل بيوتنا. نحن في أسيوط نقول وصلت العائلة المقدسة. وقيل لي هل وصلت إلى جبل أسيوط؟ وهنالك أثناء العمل والشغل والمعمار يقال لي هل وصلت تاريخيا؟ أقول وصلت، وأيضا مقيمة، والعمل هو من رب العمل. إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون، وإن لم يحرص الرب المدينة فباطلا يسهر الحراس. إنني أراقب وأشاهد عمل الله، هو الذي يعمل وهو الذي يبني وهو الذي يريد له شعبا ومكانا هنا، ينطق باسمه ويعلن حبه. يجيء يسوع إلى بلادنا ويأتي مرقس فيما بعد إلى مدينتنا هذه، ونحن نؤكد هذا والتاريخ يؤكده، وهنالك علامات عظمى. من الذي ظهرت في مكانه ومقر كنيسته التي نحن فيها الآن؟ انبسطت الأنوار، السماء افترشت كل المكان، هنالك تطلعات يمينا ويسارا، إذا بها رؤى عجيبة، سماوات غير عادية، فرح متواصل. يجيء الناس من شمال الأرض إلى جنوبها، من مشارق الأرض ومغاربها، ليروا عمل الله، والعمل كان ظاهرا ومكشوفا، وكلنا فرحانين به، كلنا فرحة، وكلنا كنا نسبح ولا زلنا نسبح. أنوار سمائية، لماذا؟ هل كانت الأرض في حاجة إلى كهرباء أو إلى ضياء الشمس وقت غروبها نحتاجها مرة أخرى لتشرق؟ كانت أنوار وما زالت أنوار الإيمان بين حين وآخر هنا في الكنيسة وفي دير العذراء أيضا، تنبهنا بيسوع الذي قال أنا هو نور العالم، ومن حبه وعطفه يقول له أنتم نور العالم. كيف هذا؟ يشرق الشمس البر الذي هو نور حقيقي، ونقول للعذراء أم النور الحقيقي، يشرق علينا، على ضمائرنا، على أرواحنا، يذكرنا، نطلب الخلاص ونقول اشفع لنا يا أم الخلاص، شاركينا في صلواتنا، قوي إيماننا يسوع، احفظ شعبك وباركه، اجعلنا نفكر دائما فيما هو للأبدية وليس للأمور الزمنية، فيما هو يستقر في أعماقنا ويصل بنا في الطريق إلى المكان الذي وعدت به يسوع أبناءك وشعبك ومحبيك. اذكروا أولا، اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، أما نأكل نشرب. هنالك من يسعى وشريكة الحياة، يقول يسوع لا تهتموا بالغد فإن الغد يهتم بشأنه. كل المطالب دي اتركوها للإرادة، نحن نصلي ونقول لتكن مشيئتك. أين هي مشيئتك يا رب؟ هل هي مشيئتي؟ هل هو سعي؟ نشكرك يا رب لأنك تضع في قلوبنا إيمانا بأنك المخلص وحدك،
إيمانا بأنك الأب السماوي الذي يهتم بأولاده وشعبه، إيمانا بأنك تقود المسيرة إلى أن تنتهي في الأبدية السعيدة. لك المجد ولك الشكر يا يسوع أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. في كلمة صغيرة أحب أن الكل يسمعها ويعمل بها، الناس اللي ربنا أعطيهم التلفونات المحمولة، لو أننا كنا في حضرة ملك عالمي هل كنا نستطيع أن نسمح لذلك التلفون الآلة أنها ترن وتعمل في وجود الملك الأرضي؟ ولو قيل تنبيه أنها ستصادر كان واحد يرضى يجيبه معه التلفون ده؟ أرجو أنكم تعلموا أننا في حضرة الملك، انصرفوا بسلام، وسلام المسيح فليكن مع جميعكم، أمين.